سلام، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم فيديو على تحضيرات عيد ميلاد بنتي. عيد ميلاد بنتي وش درت فيه؟ احنا تشوفوا كامل شو شريت. هذه الحوايج اللي شريتهم، الديكور ثاني، وش شريت الحوايج الثاني، الباتيسري. باتيسري خدمناها في الدار، ما كومانديتش عليها، راح نوريها لكم في نهار العيد ميلاد. هنا نوري لكم برك الديكور واش راني واش درت. هنا درت لها هذا البرنسيس اميره تاع ديزني. هذا هو التيم اللي رايحه نديروه لها، هذا هو التيم اللي رايحه نديروه لها نتاع الاميرات ديزني. المهم هذا الشابو اللي شريته لها. وهنايا الحوايج ثاني شريتهم، شريت هذه تاع المادلين كما تشوفوا، قلت لكم راح ندير اميرات ديزني. هذه تاع المادلين. هنا شريت ثاني هذا هنا سيرفيات كما تشوفوا، هذا التام ها هوينا، هذه سيرفيات. ثاني شريت هذون البالونات اللي راح ندير نزين بهم الديكور. راح نشوف الديكور كي نكمل ونوريكم ثاني التزيين كيفاش خرج. هذه رقم 7، بنتي راح تعود عندها 7 سنين ان شاء الله. هذه نتاع 7، بالونه نتاع 7. هذه الشمعه كما تشوفوا، هذه هي ثاني ديكور تزيين ثاني كما تشوفوا. هذا التزيين ثاني اميره ديزني، جي كي مثلث ونعلقو كيما هاك. حنوري لكم نهار العيد ميلاد. وهذا ثاني بالونات تاع برنسيس، هاهي وينا برنسيس. والبالونات تجي في ال هاهم وينا، هذه في الغوز وهنا في الكري. هذا وهذه ثاني بالونة تاع الأميرات، هاهي وينا. وزي ثاني هذه هابي بيرثداي بالونات تاع العيد ميلاد، شريتهم ملونين. اميرات ديزني فيهم الالوان ياسر، قلت نديرهم ملونين. وثاني هذا البالونات رايحين ثاني ندير نشاركها معاكم ان شاء الله التحضيرات كي نعود نوجد. هذان ثاني بالونات، هذان بالونات فيهم النجوم، شوفوا كيفاش دايرين في الكري. وهذان بالونات فيهم رقم 7، ها هوين. شريت هاد البالونات في الاصفر، في الروج، في البلو، على حساب الاميرات. كل اميره وشريت لها البالون تاعها. وهذه ثاني مع هذا الطباسة، هذا تاع جوتابل مع هذا زيدي. وثاني شريت هذه حرف البي بشرى، اسم بنتي بشرى. وهذه التورسيلين تاع الطابله، رايح نتشوفوه كي ندير الطابله. رايح نوري لكم كيفاش كي نحلو، كيفاش نفرشو فوق الطابله، وتشوفوا كيفاش يجي داير. تدو افكار، اللي يحب يدي افكار عيد ميلاد بنتو ولا حاجه، راه كاين لي تام ياسر، كاينه الماشي، كاينه اميرات باغبي. انايا درت لها الاميرات، بنتي تشتي الاميرات درت لها. ثاني شريت هذون الشمعات، هنا هذا بنتي قالت لي نشري هذا الشمعات، عجبوها قلت نشريهم لها. وزيد ثاني شريت هذون نديرهم فوق الباتيسري. وهذا السيبور، شوفوا كيفاش يجي داير هذا السيبور. هذا يا كومانديتو هذا من الانترنت، جابتولي المرا. شوفوا كيفاش داير، احنا تشوفوه
في التحضيرات، راح نوريه لكم التحضيرات تاع العيد ميلاد كيفاش نديرو. نعطيكم فكره اللي ما تعرفش هذا السيبار ولا حاجه، انا اول مره نشوفه نديرو هنايا، قلت نشاركها معاكم وتدو فكره. هذا السيبار، ودي ثاني شريت له هذا اسمعوا، هذا هي ملصقه، هذه تلصق في الحيط اميرات ديزني. انا شريت لها زوج، نشوف اذا كفاتني وحده ندير برك وحده. ها هي وينها، فيها هذه اريال، فيها الاميره النائمه، فيها فله، وفيها هذه اميره والوحش، وهذه سندريلا. هذا هما هما يجوا خمسه مع بعضهم اميرات ديزني. هذن اميرات، هذن درتهم، ممكن نكمل لكم ثاني واش درت. شوفوا هذا نخدمتهم، هذا الكاس تاع بشرى، هذا كاسها كاع من رمضان شريته لها تاع رمضان. درت لها فوقو هذا المقارف كما تشوفوا، هذونا المقارف ما شريتهمش كيما هاك، هذونا لقيتهم هاد الاميرات، هذونا لصقتهم انا في المقارف، لصقتهم كيما راكم تشوفوا. الاميرات هذونا لقيتهم في لي كوردون، اي نحيتهم من الكوردون من هذوك العيدان ودرتهم في المقارف. شوفوا خرجوا روعه، لصقتهم بالبيستولي. المقارف كانوا سامبل، درت لهم الاميرات باش يجوني كامل مع مع الديكور. ها هو هنا الكاس تاعها تاع بشرى. وثاني راح نوريكم واش دار ثاني، تشوفوا هنايا هذا هنا ثاني درتهم، شريت لي كوردون، وهنايا درت خرجت هنا مرت خويا عطيت لها، خرجت لي هذا هنا خرجتهم لي وقصصتهم ودرتهم في لي كوردون كيما راكم تشوفوا، لصقتهم ودرت. ها هي فله كيما قلت لكم، هذه سندريلا واريال، ها هي اريال، وثاني ها هي نسيت اسمها، مهم تاع اميره والوحش، جميله والوحش. هذان هما، هذه ثاني نيميرو سبعة، راح نلصقها ثاني في الباتيسري، في التاج تاع الباتيسري. راح ندير الباتيسري تاع اميرات، جي اميرات راح نوريها لكم الباتيسري كيفاش دايره. وثاني هذه بالنسبه للديكور، نزيد ثاني نشوف نتفكر واش راني شريت لما ننسى. ثاني هذاني تفكرتهم، ثاني نديرهم ديكور. هذا هما نديرهم، نعلقهم نشوف كيفاش نديرهم ديكور، راح نشوفو كامل في الفيديو. شوفوا هذه نتاع هابي بيرثداي، هاي بينا هابي بيرثداي، شريت هاد لاكولوغ بالكري والغوز. هادو هما الديكور اللي شريتو. كيما هادو كيما قلت لكم، هاد هادو راح نديرهم في المادلين، نخدم المادلين، تخدمني ماما المادلين ونديرهم من فوق. راح نشوفوا في الاخير كيفاش يخرجوا دايرين. وثاني زدت شريت هذون بوب كورن مايز، ثاني شريتهم اميرات ديزني، ها هم هنا. وزدت لحقت عمري قلت اذا ما كفانيش زدت هذون، هذون الساشي شريت هذون وهذون، هذون اذا ما كفاونيش ندير هذون، ها هم هنا هذون هما. وزيد ثاني هذون بالنسبه للديكور، نوريكم ثاني بنتي واش راح نلبسها. راح نلبسها هذا في شعرها، ندير لها هذا هذا البوكي لفوال باش تعود ثاني هي اميره. شوفوا هذا راح نديرو لها في شعرها، وشريت لها غوبلونش راح نوريها لكم ثاني. انا ما شريت انا لاغبلونش، هذه اللي راح تلبسها بنتي كيما قلت لكم، انا اللي شريتها لاغبلونش. هذه شريها لها بابا ربي يحفظه، وشريها لها كادو كيما تشوفوا، راح نلبسها لها قدوه ان شاء الله. هو عيد ميلادها الجمعه 18 جوان،
هاي وينه، شوفوا تهبل هاد لا بلونش، راح نلبسها لها، نلبسها لها مع البوكي اللي قلت لكم عليه. هذا البوكي هنا راني نخمم، نقول نطلق لها شعرها، نجبدو لها بدل السيشوار ولا ندير البومباجا، والله ماني عارفه. هي قالت لي ديري لي البومباجا، وقلت بصح انا اذا درت البومباجا مش رايحه تبان اذا درت لها الفوال. نزيد نشوف ونوريكم في الفيديو كيفاش راح ندير لها. هذا هو البوكي اللي راح نلبسو لها، وهذه هي لا غبلونش. ونزيد نشارك معكم، درك نشارك معكم واش راح ندير. وهنايا هنايا راح نوريكم واش خدمت. هنا ماما خدمت مش انا خدمت، شوفوا خدمت هاد لي سكيمو كيما تشوفوا فيهم، بالك مش باينين مزيان، راه الضو ضارب شويه. المهم نوريكم برك واش خدمنا. هنا رانا خدمنا كونتيتي كبيره برك، جبت لكم هذا خرجته من كونجيلاتور صاب لي خدمته، ها هوينا. ولي سكيمو خدمنا في الازرق وفي الغاز. والباتيسري رايحة نخلي نوريها لكم في الاخير كيفاش خدمناها، والديكور ثاني كيفاش درناه. المهم هذا هو فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. وما تنساوش اذا عجبكم ديروا لي جيم واشتراك وفعلوا جرس، ورايح نشوفوا في الفيديو في الاخير، مش في هذا الفيديو، الفيديو الزواج ان شاء الله رايحين نشوفوا العيد ميلاد كيفاش حضرناه، كيفاش درنا ديكور، راح نشوفوا كامل في الفيديو ان شاء الله. استناوه ونقول لكم سلام.